تسمع مني هذا الكلام وأنت مكسور وحزين ومتألم؟ طب أنا أعتذر لشخصك الكريم أنك أنت سبب هذه الخيبة اللي أنت قاعد تعيشها الحين. أنت سبب هذا الانكسار بعد الله اللي مخليك عايش في عزلة تامة عن الناس والمحيطة فيك، لأنكم قدمتوا ضمان للأشخاص المحيطين فيكم، وكأنكم سلمتوهم مقاليد سعادتكم وأحزانكم. أنتم بأنفسكم وضحتوا معالم القوة ونقاطها ومعالم الضعف ونقاطها، حتى صارت سلاح في يد الطرف الثاني تجاهكم. أنا ما أقول لا تحبون الناس اللي حولكم، أنا ما أقول لا تحبين زوجك، صديقتك، أخوك، أختك، أمك، أبوك، أيا كانت علاقتك مع الناس اللي حولك، أيا كانت علاقتك. إحنا بشر نتضرر من أبسط الكلمات، ومن أبسط الكلمات تلاقونا طيور تحوم بالسماء من السعادة والسرور. أرواحنا هشة، إحنا ما إحنا مخلوقين من فولاد، لذلك طبيعي أننا نتضرر من أي كلمة قاعدة تصير حوالينا. كيف أنا بحمي نفسي من هالشعور وهالمشاعر؟ أنا ما أقول لا تحبون، أنا ما أقول لا تعيشون مشاعر حلوة، أنا ما أقول لا تعطون وتقدمون كل ما فيكم بكل سرور وسعادة، لا قدموا، ولكن تأكدوا كل حاجة تزيد عن حدها رح يكون الانقلاب ضدكم أنتم بصورة سلبية ما رح ترضيكم. دائما وأبدا أقول أخلقوا مسافة آمنة بينكم وبين أحبابكم، عطوهم الحرية التامة فإنهم يعيشون مشاعرهم، خلوهم يشتاقون لكم، خلوهم يحنون لكم، لا تصيرون 24 ساعة ملاصقين لهم. النفس البشرية راح تجزع وتمل وترحل، أنتم راح تصلون لحالة مرضية من التعلق، أنتم في غنى عنه. أرجع وأقول أيا كانت علاقتك بالطرف الثاني وإيش ما كان عمق ومدى صلة القرابة فيها، أخلقوا مسافة آمنة إذا حابين فعليا تعيشون السلام الداخلي وتعيشون مشاعر، تعيشون المشاعر وتشعرون فيها بعمقها وأهميتها واهتمامها ونتاجها. لكن المسافة الآمنة هي الضمان لنفسك قبل ما أنت تقدمين ضمان للناس اللي حولك، بعدها ترجعين وتقولين طيبتي سبب كل شيء، طيبتك ما لها أي شان بهالشيء ذا. دائما تتردد جملة للأسف ويرددونها ويأخذون ويعطون فيها دون إدراك وعي في عمق ومدى، دون إدراك وعي إيش تعني هالكلمة، إيش دخل الطيبة في الموضوع؟ طب ليه ما يكون الشخص الطيب هذا هو اللي عطى الضمان الواقعي والحقيقي للناس اللي حوله بعد جت الصفعة؟ أخلقوا مسافة آمنة وعيشوا مشاعر الحب طولها بعرضها، ولكن مقدار العطاء اللي راح تعطونه راح ينقلب ضدكم لما يزيد الموضوع عن حده.